أهلا بكم في اختر كارت. موضوع النهاردة العلاقات الصعبة والمعقدة اللي هم متباعدين أو شبه منفصلين. هل هو ندمان عليك؟ هل حيتمسك بيك؟ هل حيراضيك بأي حاجة؟ أو يعمل حاجة عشان يختارك أنت، أو يختار يعني الوضعية الصعبة اللي انتم فيها في العلاقة المعقدة دي والصعبة؟ هيكون الاختيار حسب أول حرف من الحبيب، بما أننا هنهكر عقله هو. تمام؟ تمام. مجموعة أولى: ح خ ي واو غين راء دال باء تاء ثاء قاف ضاد ط شين. أو اختيار، يلا ناخد الحجر الوردي ده أو البني على حسب ما يظهر لكم في الشاشة. المجموعة الثانية: ف نون زين كاف ألف عين صاد هاء لام سين جيم دال ضاد ميم. أو اختيار الحجر الأصفر الأزرق عفوا ده. تمام؟ تمام. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى حسب أول حرف من اسم الحبيب من الأحرف دي. نعمل أول حاجة طاقتكم أنتم، طاقة الحبيب، بعدين نشوف العلاقة الصعبة والمعقدة اللي أنتم فيها دي طاقتها عاملة ازاي، بعدين ندخل في تفاصيل القراءة. ما تنسوش يا جماعة الخير لايك للحلقة قصاد المجهود اللي احنا بنعمله عشانكم، وتقولوا لنا في التعليقات من اي بلد بتشاهدوا هذا الفيديو. شكرا لكم مسبقا. طاقتكم انتم حاليا، طاقة الحبيب، طاقتكم انتم حاليا غالبا انتم من الناس اللي بقرة ولو طارت، بقرة او معزة ولا طارت ولو طارت، بمعنى انكم متشبتين برأيكم مهما حصلت الظروف، مش هتتراجعوا على رأيكم أو على حقكم أو تتنازلوا على حقوقكم. صعب عليكم إنكم إنه يجي حد يغير لكم وجهة نظركم أو ينتزع منكم الحاجة اللي أنتم متمسكين بيها. في طاقتكم الحالية أنتم متلخبطين ما بين مشاعر، ما بين المشاعر وما بين الأعاد أو الانسحاب من العلاقة، التمسك من العلاقة بالعلاقة أو الانسحاب منها. لأن غالبا البعض منكم هنا أنتم عندكم تعلق وتشبت في العلاقة دي، لأنكم غالبا بتحبوا الشخص ده حب حقيقي، وغالبا البعض منكم هنا أنتم متجوزين، أنتم متجوزين أو قبلتم بجواز عرفي أو جواز عرفي مخفي عن عن الأهل بتاع الزوج ده أو الحبيب ده أو العشيق ده. فيه أمور غامضة حالفين إنكم لازم عليكم إنكم تكتشفوها. عاوزين توصلوا لنقاط مهمة جدا طالما انتظرتم الوصول ليها. في حالة تفكير، في حالة إن عزلة، في حالة انتظار كارما أو عدالة من عند ربنا تفصل ما بينكم أو تنصفكم على اللي اديتوه في العلاقة دي وما نلتوش حاجة. لأن غالبا العلاقة الصعبة المعقدة دي حتى ولو أنتم متباعدين أنتم كنتم الأساس اللي موقف العلاقة، انتم بحد ذاتكم كنتم الاساس المتين اللي كان موقف العلاقه دي. بصبركم، بعطائكم، بتضحياتكم كلها دي كانت العلاقه واقفه. لكن قررتم مؤخرا انكم رايكم هو اللي هيمشي، وانكم هتخفوا حاجات على الحبيب عشان تجسوا النبض بتاعه، عشان تفوقوا الفضول بتاعه، عشان تعملوا له جذب. البعض منكم حتى بتعملوا تخاطر
مع الشخص ده، وعاوزين تعرفوا هل التخاطر ده بيوصل له ولا لا، عكس البعض الآخر. بما أن دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، ففي احتمالات طاقات كتيرة هنا، تمام؟ فأنا هحاول أقول كل الطاقات اللي هنا. في البعض منكم أنتم ما عملتوش تخاطر، لكن بتفكروا فيه كتير الأيام اللي فاتت دي، أو الأحيان أو الأوقات اللي فاتت دي، حاسين بأفوارة في التفكير، أفوارة في الحضور بتاعه، نايمين بتفكروا به، بتحلموا به، صحيين جايب لكم في تفكيركم، مش قادرين تتنصلوا من التفكير والتركيز فيه، ومش عاملين، مش عاوزين تعملوا خطوة. انتم عاوزينه انه هو اللي يعمل خطوة، مش انتم اللي تعملوا خطوة. وغالبا البعض منكم يا اما عملتم قراءات تارو بتخص العلاقة بتاعتكم، يا اما يعني عندكم ادمان فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي، بتدوروا على فيديوهات تجيب لكم الحقيقة المحضة والواضحة للانتظارات اللي انتم بتنتظروها من العلاقة دي، او تدي لكم الاجوبة على التساؤلات اللي انتم بتسألوها على نفسكم. نيجي طاقة الحبيب دلوقتي. طاقة الحبيب دلوقتي، شفتوا الواحد لما من كتر الندم يقعد ياكل في ضوافره أصابعه زي ما بيقول المثل، الشخص ده دلوقتي ندمان ندم شديد جدا، وعنده نوع من جلد الذات على اللي حصل، أو على اللي هو حط نفسه في علاقة معقدة وصعبة بالشكل ده، لأن شايف إنه هو سبب الخلافات أو الخناقات أو المشاكل اللي موجودة ما بينكم أنتوا الاتنين. يا إما تأخر في أخذ قرار ما، يا إما استعجل وأخذ قرار وندم عليه. هنشوف بعدين في القراءة إيه هو القرار ده. غالبا الشخص ده، أقول لكم أنتم في صدد الطلاق، أقول لكم متطلقين، أقول لكم الشخص ده جات له كارما، جات له كارما جزاء اللي عمله، لأنه حقيقة أنتم في علاقة صعبة ومعقدة، وهو دلوقتي حاير مش عارف يعمل إيه. غالبا بيجيب صوركم، فيديوهاتكم، ربما في فيديوهات ما بينكم، في صور ما بينكم، يطلع للرسائل القديمة ما بينكم، ويستحضر الأوقات الجميلة اللي كنتم بتتكلموا فيها بالكلام ده، وتتبادلون الصور دي، والمكالمات، الفيديو اللي كنتم بتعملوها، المناسبات اللي كنتم بتحضروها. وغالبا اديتوله هدية، الهدية دي قاعد ماسكها لما يكون لوحده، قاعد ماسكها ويتحسس بوجودكم، زي ما لو كانت مثلا دي هي الهدية، قاعد ماسكها كده ويتحسس بوجودكم، يجيب طاقتكم ليه، يحاول انه يوصل لكم طاقته ليكم انتم، لان هنا في تخاطر ما بينكم انتم الاثنين، طاقة تخاطر ما بينكم انتم الاثنين، البعض انتم بتعملوا تخاطر، البعض هو بيعمل تخاطر بطريقة غير مباشرة. وهو الان، هو دلوقتي بيراقبكم، بيراقبكم في صمت، صمت عقاب لنفسه، لأنه وصلت له مؤخرا مشاكل بتخص، أقول لكم ورث، أقول لكم ضرائب، حاجة زي كده، وهو في المحكمة أو بيصفي مشاكل بتخص الشغل، حاجة زي كده، عاوز يتخلص من جلد الذات ده، من ال الشعور الصعب ده اللي هو بيشعره، شايف انه اذاكم جدا، اذاكم وخانكم. البعض منكم حتى العلاقة الصعبة والمعقدة اللي انتم ما بينكم هي صعبة لدرجة انه المجتمع لا يتقبل العلاقة دي، وحصلت حاجات مخلة للحياة ما بينكم، وهو ندمان انه وصل للنقطة دي معاكم. ربما انتم صديتوه على علاقة جنسية، صديتوه على جواز عرفي، رفضتوا الجواز العرفي، او تقبلتم الجواز العرفي ده، ورغم كده حصلت مشاكل وسابكم وظلمكم وكل حاجة. دي كانت طاقتكم انتوا الاثنين. نيجي دلوقتي نشوف طاقة العلاقة ما بينكم انتوا الاثنين، وهنشوف هل
لسه متمسك بيك؟ هل هو ندمان؟ حيحاول يصلح الغلطة اللي عملها معاكم؟ طاقة العلاقة، علاقة ثلاثية رباعية معقدة، يعني ما اقولكمش. نيجي نشوف دلوقتي، هل هو متمسك بيكم، ندمان، عاوز يرجع لكم، عاوز يعمل ايه؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله، الكينج اوف كابس والكوين اوف كابس متقابلين مع بعض، ومعاهم النايت اوف كابس والتو اوف كابس، اول مرة بتحصل. كروت كلها جميلة. بصوا، طاقة العلاقة بتقول انه في تدخل اطراف كتيرة في العلاقة بتاعتكم، وان الشخص ده، العلاقة اللي انتم فيها دي، هو بالنسبة له او في شخصيته يخاف من كلام الناس، كلام الناس، العادات والتقاليد، الحاجات اللي تصح وما تصحش. هو دخل العلاقة من غير ما يعمل حساب الحاجات دي كلها. The Hermit، Three of Wands، و The Four of Swords. قلتلكم الشخص ده دخل العلاقة دي من غير ما يعمل حساب العادات والتقاليد، من غير ما يعمل حساب الأطراف الأخرى اللي في العلاقة، من غير ما يعمل حساب لأي حاجة، لكن بعدين هو اتبع غريزة بتاعته، لكن في الأمر، يعني لما أصبح الأمر واقعي، لقى إنه مش هيقدر يتغلب على العادات والتقاليد دي، على كلام الناس، هيقولوا إيه ما يقولوش إيه، الطرف الثالث بيقول إيه وما يقولش إيه. غالبا هنا العلاقة الصعبة والمعقدة اللي انتم فيها دي، غالبا فيه طرف من الأطراف، أقول لكم طرف ثالث، أقول لكم أهله، لكن فيه طرف ثالث هنا متدخل بأسحار، وأطراف أخرى متدخلة بنفوذ، والحبيب ده عفوا خايف من أي تصرف يعمله، أي تهور يتهوره عشان يوصل للسعادة بتاعتكم، عفوا، يقع في مطب. العلاقة دي واقفة يعني برحمة ربنا، مشاكل وخوف وتهديدات ووسوسة ومش عارفة إيه، لكن ما بينكو أنتوا الاتنين في حب، في علاقة قدرية من عند ربنا. ناس كتيرة بلقاهم يقولوا لي إيه معنى علاقة قدرية؟ يا ناس، علاقة قدرية، كلمتين، علاقة وقدرية، تأتي قدرية، كلمة قدرية من القدر. ما معنى القدر؟ يعني مكتوب من عند ربنا، يعني كلمة واضحة. فمن فضلكم ركزوا، بتسألون على حاجات واضحة. علاقة قدرية من عند ربنا، يعني مكتوب لكم من عند ربنا انكم تكونوا انتوا الاتنين مع بعض. اهو الاربع كروت بتأكد الكلام ده، علاقة قدرية من عند ربنا انكم تكونوا مع بعض، وانتم غالبا يا اما توأم روح يا اما توأم شعلة. في حب متبادل ما بينكم، والشخص ده ندمان وعاوز يرجع لكم، ومش عارف يقدم لكم ايه، عاوز يرضي جميع الاطراف ما بينهم انتم الاساس اللي عاوز يرضيه، انتم الاساس اللي عاوز يرضيه اكتر من حد تاني. ليه؟ لانه بيحبكم كتير وبيعشقكم. الشخص ده شايف انكم انتم الاساس في حياته، ان ربنا لما حطكم في طريقه او في حياته مش كده وبس، مش عبثا، لسبب معين، ان الانسان ده يلقى نفسه ويتعرف على نفسه ويبدأ طريق الحياة بتاعه في انفراجة، في حظ، في فرح، في حب، في احتواء، في كل حاجة كان متمنيها الشخص ده. لكن غالبا الشخص ده واقف
كان واقف حيران قدام العادات والتقاليد اللي ما بينكم، عادات وتقاليد ربما الشخص ده متجوز مع بنت خاله، متجوز مع بنت عمه، مع بنت المدير بتاعه، أو متجوز مع مديرة شركة بتاعته، أو حاجة زي كده. ففي عادات وتقاليد، فيه رابطة عقائدية ماسكة الشخص ده مش قادر يتنصل منها، لأنه في حاجات يعني موجودة ما بينهم، ما بينه وما بين طرف ثالث، طرف رابع. الصعوبات اللي واصله ليه العلاقه دي او واقفه عليها العلاقه دي هي صعوبات ماديه، صعوبات عقائديه، صعوبات معقده. يعني يمكن يكون ده جوز اختك، مرات اخوك، حد يعني المجتمع لا يتقبل الرابطه بتاعتكم دي. انتم من زي مثلا احنا في الجزائر عندنا العرب وعندنا القبائل زواوه، فالقبائل دول ما يحبوش يجوزوا بناتهم او اولادهم مع اولاد العرب او بنات العرب. يعني علاقه صعبه، لو اتنين يحبوا بعضهم عربي وقبائل من القبائل، يعني علاقه تقريبا شبه مستحيله، الا اذا تصدى الراجل والبنت دي واتجوزوا وعملوا اللي عليهم. فغالبا البعض منكم انتم في علاقه صعبه زي كده، مش قادر الشخص ده يتنصل منها، هو بيدور على الحل، والحل حيلقاه. الحل حيلقاه الشخص ده انه يتصدى للعادات والاعراف والتقاليد دي عشان يبني فرحته والعلاقه دي من جديد وباساس متين. وهيعلن جوازكم او يقول لكم على الارتباط ده بقبول أو رفض، حتى ولو رفض الطرف التالت ده أمه أو كان متجوز، هيقول لهم، هيقول قول لمراته يا إما إذا قبلتي قبلتي ما قبلتيش أقدر أطلقك، أنا المهم هتجوز مع الست دي أو أنا متزوج مع الست دي. يعني عفوا الشخص ده هيقوم بالواجب بتاعه وهيوصل لكم الكلام ده وكل الحاجات اللي هيعملها عشانكم، هيبرهن لكم انه متمسك بيكم جدا. الكينج اوف كابس والبيج اوف كابس، النايت اوف كابس عفوا، الاثنين قصاد الكوين اوف كابس. فغالبا البعض منكم انتم اللي مش قادرين تختاروا، لانكم انتم اللي داخلين في علاقه صعبه ومعقده من طرفكم انتم مش من طرف الحبيب. يا اما انت متجوزه، انت متجوز وعندك عشيقه، ودي عشيقة تالتة أو رابعة، ومتلخبطة الأمور عندكم كلها ومش عارفين تعملوا إيه. لكن في الآخر العلاقة ما بينكم أنتم علاقة قدرية من عند ربنا، ومكتوب لكم أنكم تكونوا مع بعض وتتجوزوا وتأسسوا علاقة صلب، يعني أساسها متين وصلب، وحيوصل لكم الخبر ده، وحتكون علاقة كويسة، وعلاقة يكون فيها العطاء والأخذ متوازن ما بينكم أنتوا الاتنين. إذا كانت العلاقة دي في الخفاء هتكون جهرا قدام الناس، رغم أنه كان في السابق الحبيب ده أو الشخص ده بيخجل أو يتكسف أن العلاقة دي تظهر للناس، ويخاف من كلام الناس ومشاكله ومظهره قدام الناس. تمام تمام نشوف دلوقتي أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60%، 50%. ما تنسوش اللايك للحلقة فضلا وليس أمرا. 100% برج العذراء، برج الحوت، وبرج الأسد. 80% برج الحمل عفوا، برج الجوزاء، وبرج العقرب. 60% برج الدلو، برج الحمل عفوا الجدي، وبرج القوس. أما المتبقية ميزان، ثور، وبرج السرطان. 50%. نمر دلوقتي لأصحاب المجموعة الثانية اللي اختاروا الحجر الأزرق ده، حطه هنا، وده ننزعه من قدامكم عشان ما تتلخبطوش في القراءة.
ونشوف الأحرف، أول حرف من اسم الحبيب من الأحرف دي. نشوف أول حاجة الطاقة العامة بتاعتكم أنتم وطاقة الحبيب. نغير الكروت، استنوا ناخد دي بقالنا مدة ما عملناش قراءة بيها. يلا، طاقتكم انتم وطاقة الحبيب هنا. هاي طاقتكم، دي طاقتكم انتم ودي طاقة الحبيب. طاقتكم انتم هنا، البعض منكم عايش علاقة ثلاثية. علاقة ثلاثية مهما كان الطرف التالت ده مين، عيلة، طرف تالت، حبيبة، شغل، رافضين رفضا تاما على انكم ترتبطون مع انسان متجوز او تقعدوا او تقبلوا بعلاقة ثلاثية ومعقدة. رافضينه يعني رفضا تاما. ليه؟ لانكم انتم عشتم العلاقة دي وغامرتم بحكم الحب، بحكم الاشتياق والتعلق، بحكم ان الجواز، بحكم ان كذا وكذا وكذا، لكن في الاخر لقيتوا نفسكم انكم جازفتم بمشاعركم، بكيانكم، بجمالكم عشان حد ولا قدركم ولا ادالكم قيمة. وغالبا كان الشخص ده حاسين انه أخذ منكم حاجة كانت عزيزة عليكم، يا إما فلوس مصلحجي، يا إما فلوس، يا إما أخذ وقت من عمركم، استغلكم استغلال بجح. والبعض منكم للأسف، بما إن دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، في وقت اللي كنتم مرتبطين مع بعض اكتشفتم انه الحبيب ده انسان خاين، وكان يجيب لكم البنات الستات لحد البيت. والبعض منكم لقيتوا اثر لوجود حد في اوضه النوم في غيابكم، ربما كنت في بيت امك، كنت لسه مخلفه او حاجه زي كده، ولما رجعتي لبيتك لقيتي اثر لوجود حد دخل البيت وهو قال لك، لما سالتيه لا مفيش حد. دلوقتي انتم رافضين انكم تعيشوا التجربة دي من درو جديد رغم حبكم ليه. ده التان اوف كابس. دلوقتي اصبحتم بتفكروا باكتر عقلانية وتتبعوا الحدث بتاعكم وما تتبعوش المشاعر بتاعكم، لان في السابق كنتم بتتبعوا المشاعر ما كنتوش بتتبعوا الحدث، لكن دلوقتي تعلمتم ازاي تمشوا فوق العجينة وما تلخبطوهاش بالحدث بتاعكم. اي ست مغمضة عينيها واخدة التوازن بتاعها بالاتنين وسوارتس دول وتمشي بشكل متوازن ومتناسق. اكتشفتم انه الاهمال اللي اتهملتم بيه او اهملكم بيه الحبيب كان بسبب اطراف اخرى. اهو سايبكم انتم ومركز مع حد تاني، فأخدتم القرار انتم بالغضب بتاعكم هنا انكم مش هتستسلموا ومش هتسيبوا حقكم يضيع. مش هتسيبوا الحبيب ده يضيع، لا، مش هتسيبوا حقكم انتم يضيع. ليه؟ لانكم غامرتم كتير وتأذيتوا وما نلتوش اللي كنتم مستنيينه.
جراح، خيانة، خداع. البعض منكم عندكم شكوك، لسه ما عندكمش الدليل، لكن انتم بتسعوا للحصول على الدليل ده. طاقة الحبيب هنا، طاقة الحبيب هنا محتار جدا 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 جدا، وموجوع جدا 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 جدا. اكتبوها 1000 مرة، جدا جدا دي موجوع جدا ومحتار، وقاعد بيراقبكم، بيراقبكم بمراقبة يعني جوسسة من الطراز الرفيع، لأن في بعدكم الشخص ده شايف إنه مفيش حاجة اتغيرت فيكم إلا حاجة واحدة بس، الجفا. من الإنسان الرهيفة الجميلة الأمورة الكيوت دي لإمبراطورة عارفة هي بتعمل إيه، هي اللي متحكمة في كل حاجة، هي اللي متحكمة في طاقته. من غير ما يشوفك دلوقتي أو من غير ما يشوفك الشخص ده، فهو عنده انجذاب جنسي رهيب جدا 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 جدا، لدرجة الهوس، إنه بيدور عليكم من بروفايل لبروفايل، من مواقع التواصل الاجتماعي في كل مواقع التواصل الاجتماعي، بيدور على تعليقاتكم، بيتعلقوا على مين، عاوز يعمل فيك بروفايل، عاوز بيترقب خطواتكم بره في الشارع، رحتوا فين، جيتوا منين، بيسأل المعارف ما بينكم، بتعملوا ايه، ما بتعملوش ايه، هل يا ترى حقيقة دلوقتي عندكم اللامبالاة دي، انكم خلاص ما بتحبوهوش وما بتعملوش اي حاجة عشانه، وانكم استغنيتوا عنه، انكم دخلتم في علاقة جديدة. الشخص ده شفتم لما نسرع في سرعة الفيديو كده كده، افكار بتطور في عقله، طب كده طب كده طب كده طب كده، والجراح في قلبه، عنده خوف كبير جدا 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 على انكم خلاص استغنيتوا عنه ودخلتم علاقة جديدة. الكوين اوف كابس ودي امبريس، الشخص ده حاسس انه اختار غلط، مش اختاركم انتوا غلط، لا، اختار طرف تالت او رابع غلط، اختار انه يسير العلاقة دي بطريقة غلط، فمحتار يعمل ازاي عشان يصلح العلاقة دي. احنا بنشوف القلب ده، 3 of swords، بنشوف القلب ده زي ميكانيزم الساعة، يعني زي ميكانيزم الساعة اللي بتلف هنا، تمام. فالسورتس ده داخل هنا، وده داخل هنا، وده داخل هنا، عامل ايه؟ موقف حركة العقارب اللي في الساعة دي عشان تشتغل الساعة، فساعة القلب ده متوقفة، القلب متوقف، العلاقة متوقفة. هو بيدور دلوقتي، بيفكر ازاي يصلح، ينزع ده وينزع ده وينزع ده عشان يرجع القلب ده يشتغل مرة تانية، ترجع العلاقة تشتغل زي ما كانت زمان. مش عارف، لانه يعني مش الا غلط غلطة واحدة، ولا عمل نيلها ب60,000 نيلة، منيلها ب60,000 نيلة الشخص ده العلاقة بتاعتكم، وحيران ومش عارف يعمل ايه. فعشان كده هو دلوقتي بيراقبكم، وكل ما بيراقبكم بيلقى انكم تغيرتم تماما على الشكل اللي كان بيعرفكم فيه. ربما غيرتم طريقة تسريحة شعركم، ربما غيرتم طريقة لبسكم، ربما غيرتم شغلكم، ربما دلوقتي أصبحت المنشورات بتاعكم منشورات سعادة وبهجة وكل حاجة. فهو دلوقتي بصوا بصدد المراقبة، وحاسس إنكم خلاص دخلتم في حد تاني جديد دخل حياتكم، وحتى جاهل يعني من كتر ما هو مش مصدق
الشعلة دي اللي في قلبه، الاشتياق ده والحب ده، من كتر ما هو مش مصدق ازاي اصبح يحبكم بالشكل ده، شاكك انكم عملتوله سحر عشان تكذبوه ليه او تكذبوه ليكم. تمام، احكولنا انت دلوقتي هل متمسك بي، هيتمسك بيكم، هل هيضحي بحاجات اللي كانت سبب في الانفصال بتاعكم او التباعد بتاعكم، هل هيختاركم انتم ويضحي عشانكم؟ The Emperor, the Four of Pentacles, the King of Pentacles, the Two of Cups. The Wheel of Fortune, the Ace of Wands, برج الأسد, the Ten of Cups, طاقتكم in Ten of Cups و Two of Cups. في دورة مكتملة هنا، وغالبا اللي حصل في العلاقة بتاعتكم دي أو العلاقة المعقدة اللي انتم فيها دي كانت من عند ربنا دروس تتعلموها انتم والحبيب، لانها حلقة دورة مكتملة. العشر كؤوس والتو اوف كابس يعني 12 كابس، والسنة فيها 12 شهر، سنة مقفولة، والويل اوف فورتون دائرة فيها طاقة كل الابراج، اهي علامات كل الابراج موجودة هنا، اظن انها واضحة قدامكم، اهي علامة كل الابراج موجودة، طاقة اسحار موجودة، حاجات كتيرة موجودة. ففي حلقة اكتملت وصول الى نتيجة كان القدر كاتبها عليكم انكم توصلوا لها، مراحل كانت مكتوبة عليكم انكم تمروا بيها كدروس تاخدوها انتم وهو. انتم مختلفين لكن بتكملوا بعضيكم، والشخص ده زي ما قلت لكم في الطاقة اللي هو فيها خايف انكم تصدوه وقت ما يعني تصدوه على اللي عملوا فيكم بسبب الاطراف دي اللي تسببت في الانفصال ما بينكم، وخايف انكم تدفعوه الثمن غالي، فعشان كده هو في حيرة دلوقتي هيعمل ازاي عشان يرجعكم للعلاقة ويرجع لكم للعلاقة. الحلقة الكونية دي اللي ترتبت عليها انكم تاخدوا الدروس دي، الاهانات دي، الجراح دي، انتم الاتنين عشان كل واحد فيكم يصلح حاجة من نفسه، من شخصيته، من كيانه. فالحاجة اللي موجودة هنا انه في طاقة روحانية سند ليكم وسند لي. عفوا، الطاقة الروحانية دي الأربع شموع والأيس أوف وانس، وهنا سند لكم أنتم، اتحاد مع بعض، حاجتين مختلفتين لكن متكاملتين، أنتم الاتنين بتحبوا بعض. بصوا هنا النار هنا صغيرة، هي بتغلي في المية دي والمية دي بتخرج الطاقة دي، فزي ما قلت لكم طاقة حركة أو دائرة اكتملت، كينونة اكتملت، والشخص ده هيفكر ازاي يوصل للمستوى اللي انتم فيه دلوقتي، لانه هو زي ما قلت لكم في المراقبة بتاعته شايف انكم اتغيرتم شكلا وقلبا وقالبا، فهو هيحاول انه يدخل ما بينكم مشروع، حاجة تجمع ما بينكم انتوا الاتنين، المهم يكون فيه التواصل، وعبر التواصل ده مع الوقت تتقلب الأمور وترجع الأمور إلى مكانها على عهدها القديم، ويتغلب على المشاكل اللي ما بينكم وترجعوا زي ما كنتم زمان. الشخص ده متمسك بيكم جدا لأنه شايف أنكم أنتوا الوحيدين اللي قدرتوا تروضوه
على الطريقة بتاعتكم وبطريقة سلسة بطيبة بطيبة فريدة من نوعها، مش طيبة السذاجة، السذاجة دي طيبة فريدة من نوعها. سيتواصل مع حد مشترك ما بينكم، صديق مشترك أو حد بتعرفوا أنتوا الاتنين، أو يتقرب للمكان اللي بتشتغلوا فيه، يتعرف بالمدير أو هو صاحب المدير بتاعكم أو حاجة زي كده، ويحاول أنه يتعامل معاكم فيما يخص التجارة أو حاجة زي كده، أو يعرض عليكم شراكة عشان يقدر يعني يبدأ التواصل ما بينكم أنتوا الاتنين، مش ك يعني اتنين بيحبوا بعض، لكن يمهد الطريق عشان يوصلكم ويحيي في قلبكم الحب اللي كان ما بينكم انتوا الاتنين في الأول، وخاصة حبكم انتم ليه اللي كان عنده ليه في الأول. فعشان كده هو دلوقتي بيفكر تفكير عميق ومرتب بشكل انه يرجع من غير ما تصدوه ومن غير ما تحكوله اللي حصل. فالشخص ده نقدر نقول هو عارف عمل ايه، لكن مش عاوز لوم وعملت لي وما عملت ليش وعملت لي، لا هو عاوز يقلب الصفحة ويبدأ بداية جديدة مع بعض، وتتفاهموا انتوا الاتنين مع بعض على بداية علاقة احسن من اللي كانت عليه، بإزاحة كل المشاكل والعراقيل اللي ما بينكم، كل اللي تؤدي لصعوبة العلاقة ما بينكم. الشخص ده أصبح بيحبكم حب بجنون، وأصبح زي ما قلت لكم بيراقبكم مراقبة يعني ردوا بالكم منها، يعني مش هيأذيكم لا، بس حي يعني حي حي حيراقبكم في الطلعة وفي النزلة، في الطلعة وفي النزلة، حتى ولو ما تخرجيش من البيت. يتجسس امتى هتقدري تخرجي، امتى ما تخرجيش، ازاي هيوصل لك، ازاي يوصل لك كلامه، ازاي كذا ازاي كذا. للبعض منكم هيوصل لكم رسالة مع صديق مشترك. طب هل هتكون العلاقة دي زي ما هو مرتب لها، ورجوعه هو رجوع حقيقي يعني حب حقيقي؟ ايوه اهو نايت اوف كابس، قلت لكم الكبسات هنا، الكبس في الكبس في الكبس، الكبسات هنا كتير كتيرة. حضري الشربات يا بيت، حضري الشربات يا بيت. العلاقة دي كويسة ليكم، الإنسان ده بيحبكم حب بجنون، لأنه يعني شايف التغيير اللي عملتوه في نفسكم مؤخرا، والشجاعة اللي عندكم مؤخرا، والقرارات اللي أخدتوها مؤخرا، والمحاولات اللي عملها معاكم ورفضكم ليه وصدكم ليه، يعني أحيا الحب في قلبه، وشافكم بالشكل اللي هو بيحبه في الإنسان اللي يقدر يكون سند ليه والإنسان اللي كمله إن شاء الله. طب ما هي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي؟ 100%، 80%، 60% و50%. 100% برج الحوت، برج الحمل، وبرج العذراء. 80% برج الثور، برج الدلو، وبرج الميزان. 60% برج القوس، برج الأسد، وبرج الجدي. أما المتبقية جوزاء، عقرب، وسرطان. 50%. ما تنسوش يا جماعة الخير لايك للحلقة، وإذا ما كنتش مشترك في القناة اشترك في القناة فضلا وليس أمرا. شكرا، مع السلامة.